مرحبا، أنا اسمي نجوى الخازن، جاي من لبنان. هيدي رابع مرة بجي على الأيورفيدا جرام. الأيورفيدا جرام اللي هو بوايت فيلد حد بنجالوري، مخصص الأيورفيدا جرام بالطب الهندي القديم اللي هو الأيورفيدا. بس ما في الواحد يتصور يعمل الأيورفيدا ويتطبب بلا ما يكون داخل بنفسية اليوغا. هو اليوغا والأيورفيدا بيمشوا سوا. ما في الإنسان يجي لهون بس يحكم إجره إذا عم توجعه ولا رأسه إذا موجوع. اللي بده يجي لهون بده يحكم كل شيء، العقل والنفسية والجسم. بحس حسب مفهوم اليوغا العقل والجسم بيمشوا سوا والنفسية كمان. المحل هون بتحس حالك قاعد بفردوس، كتير حلو، كله خضار، كلها بيوت قديمة انجابت كلها من كيرالا ورجعت اتعمرت هون خشبة وخشبة. بتحس نفسيتك بس تشوف هالمناظر الحلوة وهالخضار الحلو، خلص صار أحسن ونسيت كل همومك وكل مشاكلك. بقيوا بريت الباب قبل ما تفوت لهون. وكل الناس اللي بيهتموا فينا بالمركز هون من الحكمة ورئيسهم دكتور منموهان لحديت الثيرابيست اللي كلهم مخصصين لحديت المسؤول عن اليوغا ماستر موهانتي كلهم مخصصين وبيروحوا بالعمق معنا على كل شغلة بنعملها. وأنا لو ما حاسة حالي إنه هالشي عم بينفعني وعم بيجيب لي كتير استراحة نفسية وتحسن بكتير أشياء ما عم برجع كل سنة. صار لي 4 سنين بجي لهوني، بتأمل سنة الجاي اجي وبتأمل ابقى شوي أكتر. هو تا يستفيد الإنسان لازم يبقى 3 جماع، بحيث البانشا كارما اللي هو البروجرام تبع الطب تبع هون بده 3 جماع تا يعمل مفعوله. في الواحد يعمله ب 14 يوم ولكن 3 جماع بياخد نتائج أكتر. وشو بدي لكم بعد، هون ما فينا نعتبر هون مثل السبا اللي بنروح عليهم باوروبا. هون اكثر مثل كانه كلينيك طبي اكثر، طب عقلي ونفسي وجسدي وروحي وكل شيء. البروجرام تبع النهار ببروجرام لازم الواحد يعمله كله، اذا قفز منه اشياء اكيد بيقدر، بحس في عندنا حريه كامله، ولكن ما بياخذ النتيجه. لازم الواحد يوعى الساعه 6 يمشي من نص ساعه لثلاث ارباع الساعه، الساعه 7 عنده المورنينج كلينزينج اللي هو مساج للوجه للايدين للاجرين، شيء بياخذ 5 دقائق. وبعدين الثيرابيست بتقدم زهره وبتقلنا نهاركم سعيد. وبعدين في اول صف يوغا اللي هو اسانا، يعني اليوغا الجسديه، الساعه 7:30. بعدين في الترويقه. المحل هون فيجيتاريان، يعني ما بياكل ولا الحومات ولا شيء جاي من الحيوان. ما بيمنعوكم تاكلوهم برا ولا بيمنعونا ناكلهم برا، ولكن هون مشان تطهير الجسد والديتوكس مفروض نقعد بلا جنس البروتين. بعد الترويقه عندنا اول سيانس مساج تاخذ من 45 دقيقه للساعه، ساعه وربع. بعد منا الواحد بيستريح او بيتمشى او بيقعد بالشمس. بعد منا في عنا تاني جلسه لليوغا اللي هي البرانياما، التنفس. وبيعلمونا كيف نتنفس وبنعملها تقريبا 3/4 ساعه. بعدين في الغداء وبيفي، الغداء وكل دايما ترويقه وغداء عشاء بيفي. بعد منا في ثالث كور يوغا اللي هو المديتاسيون. المديتيشن هو بلاها اليوغا اللي قلنا عادة نعملها بكل واحد ببلده، ما لها عازة، بحيث المديتيشن هي أهم شيء باليوغا، يعني لازم نعمل 3 أشياء سوا.
بعد منا بيجي كمان سيشن بيرسونال مساج، يعني شو عندك، وين الموجوع، وين المتضرر، وين المتضايق، بيعملوا لك شيء شخصي لإلك. بعدين في استراحة، وفي لازم نرجع نمشي شي نص ساعة بعد، وبعدين الساعة 7 في العشاء، وبعدين بعد الساعة 8-8:30 الواحد بيكون تعب لدرجة إنه بيطلع باله يروح ينام. شو بعد فينا قلكن عن المحل؟ أنا المحل كتير بيريحني، كتير بينفعني، ومشان هيك عم برجع بجي كل سنة، وبمسك بكل شغلة نعملها. والمناخ كتير حلو، الخضار اللي موجود داير من دار كل هالبيوت بيعطي نفسية حلوة، وهذا كله. ما إذا ناسي شي بعتذر منكم، بس بفتكر قلت لكم كل شيء. وهالزهور الموجودة وين ما كان حوالينا كثير بتريح، كثير بتبسط.